قبل لا يبدأ المقطع هذا أبغاكم تكتبوا لي كم أعماركم تحت ونبي نشوف المراقيف اللي قاعد يتفرجوا المقطع هذا. سلام، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين ومبسوطين. اليوم صراحة عندنا موضوع جدا مهم مهم مهم، اللي هو لعبة سايبر بنك 2077. يمكن بعضكم ما يعرف اللعبة هذه، يمكن حتى مستغرب إنه ممكن تنافس ألعاب أو خلينا نقول استديوهات روكستار من ناحية توجههم في العالم المفتوح. لا تستغرب، حنفصل كل شيء وحنقول لك مين هي اللعبة هذه ومين ورا اللعبة هذه وإيش فكرة اللعبة هذه وليش العنوان اللي أنتوا شفتوه، لأنه فعلا ترى ما في شيء جبناه من عندنا. اللعبة توجهها شوية غريب وممكن ما يناسبنا بشكل كبير جدا، فإذا أنك صغير لا تتفرج، ولأني عارف أنك حتتفرج وملقوف. فقبل أن نبدأ نخش في تفاصيل الفيديو اليوم، نسأل الاشتراك، نشر المقطع إذا عجبكم، اللايك والديسلايك بيعبر رأيكم في النهاية. خلونا نبدأ. طبعا أنا مسجل نوت كثير لأنه المعلومات والديتيلز والتفاصيل مرة كثيرة على اللعبة هذه، فحيكون عندنا جزئيتين للمقطع. جزئية حنتكلم فيها على المعلومات اللي عرفناها من الاستوديو، وجزئية حتكلم عنها من الأشياء اللي لاحظتها في التريلر، فحيكون في تحليل بسيط للتريلر بشكل جدا بطيء. طبعا حتشوفوا التريلر قدامكم. لعبة سايبر بانك 2077 لعبة انتظرناها من فترة جدا طويلة، واتوقع لأن قعدت أسوي سيرش كذا بسيط عليها اليوم إنه اللعبة فعلا في لها كتاب تقريبا باسم سايبر بانك 2020، خلينا نقول بالتحديد. ما دخلت تفاصيل المعلومة هذه كثير، بس اللي عرفت إنه فعلا مقتبسين أشياء كثيرة منه. فما أدري هو فيلم هو كتاب أو اقتبسوا منه فكرة اللعبة، ما أعرف. أتمنى اللي عنده خلفية شاركنا تحت في قسم التعليقات. اللعبة بيقدمها لنا استوديوهات سي دي بروجكت، اللي صراحة أبدعوا في لعبة The Witcher، بالتحديد الجزء الثالث اللي كان فعلا نقلة نوعية حتى في عالم الجيمز، والأشياء اللي سووها فعلا شيء جدا خرافي. طبعا لا ننسى أن لعبة The Witcher برضه أخذت لعبة السنة. نجي الحين للعبة سايبر بانك 2077. طبعا فكرة اللعبة بكل بساطة بتتكلم على انك انت حتتحكم، او خلينا نقول اول شيء نتكلم عن المدينة. المدينة بكل بساطة اللي حتشوفوها حتى قدامكم او شاركونا اياها حتى في التريلر، المدينة في سنة 2077 الوضع اتطور وكل شيء. طبعا المدينة هذه خلينا نقول استوحوها من كاليفورنيا ولوس انجلوس في نفس الوقت، يعني اخذوا اشياء من هنا واشياء من هنا، بس المهم انه وسان دييغو على اساس لا انسى، بس المهم انه ما هي مدينه معينه بحيث انهم هم يقدروا يعدلوا عليها براحتها، يعني على نفس نهج استديوهات روكستار وكيف انهم قاعدين يلخبطوا في المدينه، او في يعني زي ما تقولوا يدخلوا اكثر من معلم في مدينه واحده فتتلخبط انت. فالفكره ما فيها، المدينه هذه اتاسست او انبنت على اساس انها تصير افضل مدينه في العالم، ما هي تابعه لامريكا ولا هي داخل كاليفورنيا، خارج كاليفورنيا. ففعليا الشركات هي اللي اسستها، والتكنولوجيا اللي حطوها على اساس انها تطور وتحسن من المدينه وتكون الافضل في العالم، لكن اللي صار العكس بشكل كبير جدا، لانه الوضع صار حرب ما بين العصابات وما بين الشركات، كل واحد بيحاول يسيطر على المدينه. اللعبه تعتبر ار بي جي، بعدين نقول لعبه شوتر، ما هي شوتر ار بي جي. هم يعني زكنوا او ركزوا على النقطه هذه بالتحديد على اساس انه تعاملها كلعبه ار بي جي. العاب الار بي جي زي مثلا لعبه ذا ويتشر، سكايرم، والالعاب هذه اللي فيها تخصيص وتظبيط، ويعني عمر اللعبه حيكون طويل في الغالب لانه حتنشغل في شخصيتك. الديمو اللي استعرضوه، طبعا في ديمو استعرضوه جيم بلاي بس كان خلف الكواليس، ما حد شافه من الناس غير الاعلاميين، وكان مده تقريبا 50 دقيقه. طبعا في البدايه حيخيروك ما بين شخصيه انثى او ذكر، تختار انت طبعا اللي يناسبك، واسمه في. تسأل ليش سموه في؟ لأنه بكل بساطة ما حبوا، يعني اللي فهمت أنا من المخرج، ما حبوا يعطوله اسم معين على أساس إنه كيف أقول لكم، تحس إنه شيء خاص فيك أكثر من إنه كأنك تلعب بشخصية في الغالب يكون لها قصة معينة خلاص خاصة فيها. يعني خلينا نقول مثلا ما يبغوا يسووا شيء زي طريقة سكايريم، ولا يبغوا يسووا شيء زي مثلا ذا ويتشر. طبعا سكايرم تخصص لك شخصيه من البدايه تصنعها وتالف فيها وتظبط فيها من الى، في الغالب ما راح يكون ممكن له صوت لانه تعرف اكثر من نوع تختار منه الشخصيات، مثلا تبغاه جني، تبغاه عفريت، تبغاه انسان، تبغاه غول، اللي تبغاه، بس في النهايه حيطلع لك ماله قصه معينه، بس اللهم مجرد كاركتر او شخصيه. فهم ما يبغوا يطيحوا في الفخ هذا، وفي نفس الوقت ما يبغوا يعطوك شيء زي الالعاب اللي احنا نعرفها انك تقدر تلعب بشخصيه معينه لها قصه معينه وما تحس انه شيء خاص فيك او قريب منك، فحبوا يسموه في، وبعد كذا انت تبني الاشياء الخاصه فيك. انا عارف ايش السؤال اللي ببالك وحجي اجاوبك عليه. في البدايه بعد ما تختار طبعا شخصيتك انثى او ذكر، حتختار بعد كذا اللي هو الماضي او الباك جراوند الخاص فيه، مثلا اخوك مات،
امك ماتت، ابوك مات، المهم حسب الستوري او القصه اللي هم حاطينها. وبناء على القصه هذه حتتكون شخصيتك في اللعبه. حيجي ببالك طيب ايش نوع الشخصيه اللي انا حاخذها؟ هل هو مثلا حيكون مثلا ساحر، ولا مثلا تخصص رماية، او قوي في الجسم، اللي هم بكل بساطه خلينا نقول كلاسات معينه. هنا كان جواب انه الكلاسات ما راح تختارها بنفسك، الكلاسات حتنبني وتوضح معاك اكثر وانت بتلعب. يعني مثلا انت في اللعب بتحب تركز على انك تكون شخص مثلا تركز انه الايم عندك يكون مره كويس، فشخصيتك حيصير عنده سكيلز او مهاره، او يبدا يدخل في كلاس مثلا انه تركيزه جدا عالي، كمثال بسيط لانه احنا ما شفنا شيء، بس على اساس توصل الفكره. ففعليا لعبك هو اللي حيحدد وحيكون لك الشخصية الخاصة فيك. وطبعا حيكون التعديل على الشخصية عندك سواء كان بالجسم، الاكسسوارات اللي تحطها، الشخصية نفسها، يعني زي اي لعبة تقريبا فيها تعديل للشخصية. يمكن حتشوف الصور حتى قدامكم. المباني اغلبها تقريبا تقدر تخشها، بس مو معناته كل المباني حتقدر تخشها، في مباني ما راح تقدر تخشها. طريقة الحرب حيكون في طريقة باستخدام اسلحة، والاسلحة انواع، في منها حتى اسلحة ذكية تطارد تطارد ناس، يعني انت تحددها على شخصية معينة وتطارده، وفي اسلحة اللي هي العادية اللي احنا نعرفها، وهذه تقريبا التفاصيل اللي اعطونا اياها، بالاضافه لطريقه المضاربه باليد او بسكاكين او شيء زي كذا. زي ما لاحظنا بيطلع زي من يدهم زي حاجه كذا الظاهر انها سكين. وعلى كلامهم استفادوا كثير من لعبه ذا ويتشر، فبالتالي حنلاحظ في تقريبا قريبه اللعبه من فكره ذا ويتشر. طبعا حاب انوه اللعبه حتكون فيرست بيرسون شوتر، يعني ما راح تكون منظور شخص ثالث، لا حيكون من جوه زي طريقه العاب مثل باتل فيلد، كول اوف ديوتي والجماعه هذه. هذا تقريبا اهم المعلومات اللي جمعتها او لاحظتها. نبدا نخش دحين في العميل. التريلر لما انعرض انه انت بتدور على شخصيه معينه او بنت معينه معاها فلوس، فلما تروح لها ويكون معك شخصية ثانية اسمه جاك يكون مرافق لك، حتتوجه على مبنى معين وحتطلع وحتخش الشقة حقتها. الجميل في الموضوع انه كمية التفاصيل والديتيلز على كلام الاعلاميين جدا كبيرة، لدرجة انه زي عندنا صاحب موقع جيم انفورمر او الراس الكبير حقهم قال اللعبة فعلا تذكرني بالعاب روكستار بشكل جدا كبير، لانه ادق التفاصيل حتكون باين، وحتشوفونها في التريلر لما نجي نتكلم عنه. اللي صار بعد كده انه صار هجوم من ناس معينين وصار قتال معاهم، وبعد كده انقذوا البنت هذه. وطبعا هنا تشوف التفاصيل الدقيقة، بتجيب زي الحاجة بتدخلها في راس البنت هذه لأنها كلهم روبوتات، وحاجة على النقطة هذه وسحب منها معلومات، ومن ضمنها موضوع التأمين. لاحظوا تأمين، ركزوا فيها. التأمين هذا بيغطي تقريبا نسبة 94%، فشيء طبيعي أنه بتتعالج على حس التأمين. أحد الشباب اللي شافوا اللعبة يعني بيقولوا أنه جو المسعفين، والمسعفين كانوا فكرتهم كانهم فرقة سوات تيم، خشوا كده مداهمة على طول، وبعد كده حاولوا يعني قالوا لك بعد، واخذوا البنت هذه وشالوها معاهم، لكن طلع في النهاية انه ما يغطيها التأمين، وما ادري ايش صار بعد كده. بس عشان تعرفوا قديش عالم اللعبة متعمق، وهذه واحدة من الاشياء اللي انا ما قد شفتها في لعبة جراند ثيف اوتو، يعني زي ما تقول اسهم وما اسهم وشركات، الدنيا كده معقدة وداخلة ببعض. فتوقع انه على نفس النهج حتتخذ لعبة سايبر بانك. السؤال يطرح في البال دحين، طيب احنا عرفنا تفاصيل اللعبة وكل شيء فيها، هل معناته اللعبة تعتمد فعلا على التعري؟ للأسف اللعبة حتعتمد بشكل كبير على التعري والإيحاءات الجنسية والجنس بشكل 100%. يعني لا تقول لي جراند ثيف أوتو ولا تقول أي لعبة، اللعبة مرة داخلة بعنف هذا المجال، وحيكون كل شيء واضح سلط ملط يعني على قولتهم، وحتشوف كل شيء حيصير يعني، ودرجة انه زي ما تقولوا شيء يأثر على القصة ويعتبر شيء مهم جدا في طور القصة. السؤال هو ليش معتمدين على الفكرة هذه؟ وكان جوابهم صراحة شوية غريب، انه هذول السايبر تعرفين اللي هم السايبر اللي جوك نصهم بشري ونصهم آلي في نفس الوقت. فأنا حتى لاحظت في التريلر واحد ياكل سجق والثاني قاعد يشرب عصير، فقعدت افكر هذول آليين ولا عبارة عن بشر، لانه فعلا مو واضح، وخاصة انه في قطع مركبة في جسمه بتوحي لك انه هو آلي ممكن لانه مو بشري. ففعلا طلع الموضوع انه هم اصلا عبارة عن بشر وآليين، بعضهم ميكس وفي بعضهم لا آليين بشكل كامل، وحنتكلم عن هذا في التريلر لما اختصر لكم اياه بشكل سريع المعلومات اللي انا لاحظتها. فهم بيقولوا انه التعري، وبيبين لك كمان اذا كان اصلا
آلي أو مو آلي. فأتوقع كده وضحت الفكرة. بس إيش الحكمة من هذا الموضوع؟ للأمانة ما أدري. وأتوقع إنه ما راح يقولونا يعني أكثر من كذا. الباقي يمكن أكيد في الغالب حيكون لطور القصة، لأنه يبغون الناس بس يعرفون إمكانيات اللعبة الميكانيكية أو الفيزيائية بشكل عام. بالنسبة لموضوع المركبات، قالوا الأكيد في مركبات اللي هي السيارات العادية زي ما أنتم شايفين هنا بتمشي، لكن بالنسبة للمركبات اللي تطير قالوا ما نقدر نعطيكم جواب عليها في الوقت الحالي. بعد كذا بنلاحظ هنا برضو في البنات اللي قاعدين، ولاحظوا كمية التفاصيل، الشنطة اللي تحت كأنه فيها ذخائر أسلحة مو واضحة. لاحظوا حتى الناس اللي فوق، يعني لاحظوا هنا في ناس موجودين عندنا وفي ناس في الجهة اليمين، فصراحة تفاصيل جدا حماسية. هنا بنلاحظ زي المعلومة اللي قلت لكم عليها، لو تلاحظوا هذا واضح انه بشري وقاعد يشرب عصير يعني، وحتى اللي جنبه لو تلاحظوا جسمه في جزء منه آلي وفي الجسم الباقي عادي، ففعلا ما تعرفوه آلي ولا بشري. هنا بنلاحظ لو اتوقع هنا يمكن موضوع التأمين، ونفس كأنه الشخصية لو تلاحظوا اللبس، يعني ما ادري يمكن هذولا اصحاب شركة معينة، لانه بيذكرنا بنفس بداية التريلر كان نفس الطريقة تقريبا من ناحية اللبس الشخص اللي كانوا يسرقوه. هنا بنلاحظ البار، البلياردو كيف طريقة لعبهم فيه، صراحة شيء جدا جميل وحماسي. عالم اللعبة جدا حماسي بشكل يعني مو طبيعي، خاصة في اللقطة هذه بيبين لك انه ممكن احد السكيلز او المهارات اللي تقدر تستفيد منها انه حتقدر تلعب رياضة او تكون في الجيم وتقوي من شخصيتك. وفكرة حلوة انك تتدرب على الآليين وتخبط في الآلي لين يقول امين. حتى في تامينات لو تلاحظوا بروتينات موجودة واكل وحبوب ودنيا، يعني مرة ده يعني حاطين ادق التفاصيل على قولتهم. هنا الامان انا لاحظت شيء جدا غريب، انه كثير في اللقطات يعني في التريلر حاطين اللغة هي الصينية اتوقع او اليابانية، وما ادري ليش اللغة الصينية او اليابانية، يعني ماني عارف مكثرين منها، حتى اكثر من الانجليزي لاحظتها، وهذا ما ادري هندي واضح، بينقول ناس ومسلحين. البطل اللي حتلعب فيها طبعا هذه الشخصيه اللي هي الذكر او الميل اللي حتختاره، وهنا في عندنا واضح انه ممكن تكون في الات صغيره تستخدمها على اساس انك تحارب. هنا واضح انه شكلها كانها صفقه، لانه هنا في شنطه فلوس وهنا اعطاء الروبوت او الالي. ممكن هذا المكان اصلا كله حق عصابه، لانه شايف فيه حراس وهذا روبوت جاردات جايين مع نفس الشخص هذا، فواضح انها صفقه. هذا كان بالمصارع اللي في WWE نسيت اسمه. هنا واضح انها شخصيه مشهوره، وهذول الحراس الخاصين فيها وهذول المعجبين مليانين. صراحه ما اعرف اذا كانت هذه مهمه ولا مجرد انه فعلا حنلاحظ في ناس مشاهير داخل اللعبه. هنا واضح هذا برضو انه يعني اول مره اشوف لعبه بيحطوا لك حريم حوامل، ف التفاصيل هنا جدا رهيبة لو تلاحظوا، خاصة اللي عنده 4K أنصحه يشوف التريلر على 4K. هنا نفس فكرة الفريق اللي قلت لكم عليه يعالج، واضح انه التفاصيل من ناحية طريقة العلاج ما هي زي GTA يجوا يكتبوا لي ورقة ويمشوا، لا واضح بيقوموا بيعالجوه من جد. واضح انه كثر من الحبوب مدري في اشياء مرماية في الارض. لو لاحظ الشخصيتين هذه مختلفين عن الشخصية هذه حتى في تصميم الخوذة، فيدل على انه فعلا الدكتور مختلف عنهم الى حد ما. بعد كذا بنلاحظ هنا ياكل سجق، قلت لكم او هوت دوغ او نقانق البعض يسميها. بنلاحظ في ناس يلعبون سلة، فمعناته ممكن نقدر نلعب سلة في اللعبة. لاحظوا النطة كيف جسمه آلي نصه نصه عادي. هنا الظاهر انه كان يشحن راسه شكله او جسمه وخرب عليه الموضوع وجاوا يحاولوا ينقذوه، بس هذا واضح انه هنا مبسوط وممكن يكون هو سبب وراء الموضوع. هنا في شخصية واضح انه هي خلف الاشياء اللي قاعد تصير واللخبط ما بين العصابة، وبنلاحظ في سيارات شرطة لو تلاحظوا هنا، فيدل على انه فعلا الموضوع في 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 انه في القصة. هنا لقطة جدا مهمة، الشركة هذه واحد منهم لو تلاحظوا ما ادري صار فيه ومات، وهنا بيثبت لي فعلا انه هي هذه نفس الشخصية او البنت كانت تتحكم بالرجال او الالي اللي مات، ولاحظوا حتى عندنا هنا في الشاشة، فهي الظاهر كانت تشوف يعني زي ما تقولوا الشاشة بتبين هي قاعدة تتحكم بمين بالضبط، وخرب عليها ففصلت الفراسة من الخلف، وهذا هو بيتها والمدينة. طبعا لو تلاحظوا هي مكتوب اللي هي شركة اراسكا، انتجوا او اشتغلوا على مشروع جديد خاص بالانسي ما ادري ايش هو، بس واضح هنا شخصية الانثى، يعني لو حولت انت من ذكر الانثى او اخترت يعني شخصية الانثى، هذه هي الشخصية اللي حتلعب فيها، لانه واضح من نفس الجاكيت ونفس اللبس تقريبا، فهذه شخصية الانثى كده حيكون شكلها في الغالب. هنا بنلاحظ انه شخصيتك بتشيل عين واحدة من الشخصيات ممكن من الاليين عشان تستفيد من عينه، ممكن تكون فيها ميزات معينة. هنا بنلاحظ تقدر تسرق ممكن بقايل او دكاكين. هنا بنلاحظ الفريق نفسه لو تلاحظوا نفس العلامة اللي بالاحمر ونفس الفريق اللي اول، فهذا واضح انهم تابعين للحكومة. تقريبا هذا اهم الاشياء اللي شفناها في لعبة سايبر بانك. طبعا للاسف ما حددوا لها موعد معين،
بس في الغالب حيكون ممكن نهاية 2019 حتنزل على جميع الأجهزة. وطبعا جاء التأكيد أنه لا حتكون إن شاء الله على أجهزة الجيل الحالي اللي هو البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 وأجهزة طبعا البي سي. بالنسبة للغة العربية في موقع اسمه 4gamer.net حطوا المعلومة هذه اللي حتشوفوها قدامكم أنه اللعبة حتكون داعمة للغة العربية ككتابة نصية يعني سبتايتل حتكون مكتوبة باللغة العربية وفي طبعا دبلجة للغات الثانية بس مو من ضمنها طبعا اللغة العربية. الموضوع شوية غريب وفعلا المصدر ذا تكلم حتى عن لعبة تردد انه فعلا كمان حيكون مدعوم باللغة العربية بس من ناحية السبتايتل. انا عارف في اسئلة كثير كمان على موضوع لعبة تردد في اكثر من نقطة وحجهز لها مقطع ثاني حنتكلم عنها ان شاء الله وحنجاوب على اسئلة جدا كثير. لكن في لعبة سايبر بنك قد صارت الحركة هذه مع لعبة ذا ويتشر رغم انه كمان برضو اتحجبت عندنا في اغلب دول الخليج بسبب انه ما زالت تحت يعني زي ما تقول تحتوي على مشاهد خادشة شوية. فما اعرف لعبة سايبر بنك اصلا داخلة بعنف في هذا الموضوع وترى من الدول دائما تمنع عندنا استراليا بس صرحوا انه لا بيدخلوا ان شاء الله استراليا وعندهم اسباب مقنعة حتسمح للعبة مو بس احنا اللي متشددين في موضوع الاشياء اللي فيها الجنس بشكل عام بس مسألة وقت وحيبان الموضوع اكثر بشكل رسمي في الايام الجاية البي سي. فما ادري قولوا لي رايكم في اللعبة اتوقع انه كثيرين متحمسين لها. انا عارف ممكن المقطع هذا يكون شوية طويل بس كمية المعلومات والتفاصيل اللي جمعتها خلال الفترة هذه اللي خلتنا احط سايبر بنك لحاله. فاتمنى تنشروا المقطع في كل مكان زي كل مرة لا تنسون تشتركون في القناة واللايك والهم من هذا كله النشر. كان معكم محبرة من قناة فيديو جيم فور عرب سلام. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are